الحزب الاشتراكي يواجه تحديات مصيرية عقب استقالة باميلا ريندي فاغنر. روسيا تستهجن تصريحات وزير الخارجية النمساوي شالنبرغ. النمسا تؤكد المشاركة في إزالة الألغام في أوكرانيا عبر منظمة الأمن والتعاون الأوروبية. سلوفاكيا تعيد فرض ضوابط الحدود مع النمسا. جمعية دوكوشتيلا تحصي أكثر من 1300 حادثة عنصرية ضد المسلمين. السجن والغرامة لشاب عراقي بتهمة سوء معاملة ببغاء. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت باميلا ريندي فاغنر أنها لن تشارك في مؤتمر الحزب المقبل، وذلك عقب إعلان استقالتها من رئاسة الحزب SPÖ. وقدمت زعيمة الحزب استقالتها خلال مؤتمر صحفي أمام القيادة الحزبية، فيما ليس من الواضح ما إذا كانت ستنسحب تماما من الحياة السياسية أو ستحتفظ بمنصبها في المجلس الوطني. وأعربت فاغنر عن احترامها لنتيجة الاستطلاع التي تصدر بها حاكم ولاية بورغلاند هانز دوسكوتسيل، معربة عن رغبتها في تسليم قيادة الحزب والكتلة البرلمانية بشكل منظم. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لا يجب على وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ القلق بشأن مصافحة نظيره الروسي سيرجي لافروف، مبررة بأنه هو لا يرغب بذلك. وأعربت عن دهشتها بشأن وجود قنوات اتصال غير رسمية بين النمسا وروسيا التي لم تكن على علم بها. واعتبرت تصريحات شالنبرغ محاولة لتبرير أفعاله واستغلال الوضع الدولي حسب وصفها. وكان شالنبرغ قد أعلن عن استمرار الحوار مع روسيا وعدم رفض مصافحة لافروف، ولكنه أشار إلى صعوبة تنفيذ ذلك بالنسبة له. أشار وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ إلى إمكانية مشاركة بلاده في إزالة الألغام في أوكرانيا عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل أمس الاثنين، وكان قد عارض المستشار النمساوي كارل هاما ووزيرة الدفاع كلاوديا تانر أي نشاطات لإزالة الألغام في أوكرانيا في ظل استمرار الصراع، فيما أكد شالنبرغ أن النمسا تسعى لتقديم المساعدات الإنسانية وتدرس مبادرات أخرى للمساعدة في هذا الصدد. أعلنت سلوفاكيا أنها ستعيد فرض الضوابط على الحدود مع النمسا والتشيك والمجر وبولندا بدءا من يوم الأربعاء، وستستمر حتى 8 يونيو. وأكدت أن عمليات التفتيش ستشمل المعابر الحدودية والمطارات، ويأتي ذلك في إطار مؤتمر الأمن الدولي جلوباسيز 2023 الذي سيعقد في برتسلافا، وحث حرس الحدود المسافرين على التأكد من حملهم لوثائق السفر الصحيحة أثناء الفترة المشمولة بالضوابط، حيث سيكون الدخول إلى سلوفاكيا ممكنا فقط عبر المعابر الرسمية. أظهر تقرير جمعية دوكوشتيلا أن النمسا شهدت أكثر من 1300 حادثة عنصرية ضد المسلمين أغلبها عبر الإنترنت والمنصات الرقمية. وأوضح التقرير الصادر لعام 2022 أن 15% من الضحايا كانوا من الذكور، بينما استهدف أكثر من 40% من الهجمات النساء، وكانت 92% منها على الإنترنت
عبارة عن خطابات كراهية للإسلام والمسلمين. وشهدت العاصمة فيينا العدد الأكبر، وعبرت وزارة الداخلية عن استيائها من الإدانات غير المستندة إلى أسس سليمة وتعذر التحقق منها، مشددة على ضرورة تقديم الشكاوى لمراكز الشرطة فقط. حكمت محكمة مدينة كريمز بولاية النمسا السفلى على شاب عراقي بالسجن المشروط بتهمة سوء معاملته لببغاء. وأظهرت الأدلة أن الببغاء كان يعاني من ظروف سيئة، حيث كان وعاء الماء متسخا جدا، وكان يحتجز في قفص صغير وبدون شريك. وأكد القاضي أن هذه الظروف غير مقبولة لتربية الببغاء، لذلك عانى من مشاكل صحية جراء ذلك. وعلى الرغم من محاولة المتهم نفي التهمة وتقديم فيديوهات تظهر اهتمامه بالببغاء، إلا أنه تم تغريمه وحكم عليه بالسجن المشروط لخمسة أشهر. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم لتبقوا على اطلاع. أمسية سعيدة، كنت معكم أنا ممدوح مكين، إلى اللقاء.